How are you today, second grade? I wish you very well. Okay, please open your pupil's book at page number 36, reading. قراءة. But before that, look at the pictures on the top of the page. We have a pictures in the top of the page and we have a word or a words under them. في عنا صور في قمة الصفحة أو في أعلى الصفحة وفي كلمات تحت كل صورة بتوضح المعنى تبعها. Let's read. Throw. Throw معناها يرمي. في طفل أو ولد عم يرمي كرة. Hop. Hop. Hop معناها يحجل. يقفز على قدم واحدة. Run. يركض. Skip. Skip كمان يقفز على قدم واحدة لكن بتختلف عن هوب. ورح نوضح هذا الإشي بالصور اللي تحت والفقرات اللي تحت، أوكي؟ رح أبين الفرق البسيط بيناتهم، يعني هم متشابهين بالمعنى كثير لكن في فرق بسيط جدا. Shout يصرخ. Square مربع. We have a red square here. Circle دائرة. We have a yellow circle here. And the stone اللي هي حصى أو حجر. Okay, play time وقت اللعب. أو حصة اللعب. It's play time. طلعوا. We have here pictures of children. They are running and shouting, jumping and laughing. عم يركضوا، عم يصرخوا، وعم يلعبوا، وعم يضحكوا، وعم يقفزوا. هلا دائما لما احنا بدنا نعمل هاي النشاطات خصوصا الاطفال لازم يكونوا في مكان واسع واللي هو بلاي جراوند. بلاي جراوند اللي هو ملعب او ساحه للعب. They are running and shouting. They are jumping and laughing. Okay. Please, where's your left hand? اطلع وين ايدك الشمال. Raise it, please. Raise your left hand. ارفع ايدك الشمال. من عند ايدك الشمال اطلع على الصورة اللي على الشمال. يعني look at the left picture. Okay, احنا نمشي من الشمال لليمين. هيك الانجليش بنقرأ. Look at these girls or these children. طلع على هدول البنات. We have three girls. They are what? They are skipping. هلا skip بمعنى يتخطى، يعني ممكن انه انت تقفز لكن ممكن انك تتخطى مساحة معينة ما تقفز عليها. تتخطى مساحة معينة ما تقفز عليها، يعني ممكن تكون القفزة ثلاثية، يعني إنك تحدد مكان بعيد وتقفز من عليه، ما تمشي على جميع الخطوات أو جميع الأماكن اللي قدامك. هذا اسمه skip. اسمه skip تخطي. These girls are holding hands. They are skipping round and round in a circle. They are singing. They are playing a game. بيحكوا هدول البنات holding hands. إيش يعني holding؟ ماسكات بإيدين بعض. They are skipping. عم يقفزوا بتخطي. Round and round بشكل دائري. In a circle. بدائرة. عاملين دائرة وعم ينطوا عم يقفزوا. They are singing. They are playing a game. عم بغنوا وعم بيلعبوا لعبة. زي لعبة البنات اللي بيلعبوها عنا هون. اللي هي ليلى يا ليلى. هاي اللعبة. نفس المبدأ. لكن عم بغنوا أغنية بالإنجليش. Okay, look at the picture in the right page على الصفحة من اليمين. We have three girls and they are hopping. عم بيلعبوا حجلة. هلأ الحجل هو إنك ترقم الأماكن أو ترقم المربعات وتقفز عليهم على قدم واحدة لكن ما تتخطى ولا مربع. ما في تخطي هون. انت بدك تقفز عليهم باستخدام، طبعا بيكون معاها ستون حصى بترميها، بيحدد لها الحصى انها مثلا تروح على 6، رح هي تنط على كل الاماكن، لازم تروح على 2 3 4 5 وتوصل لعند 6. اوكي، هو القفز من دون تخطي. اذا شو الفرق يا تاني بين سكيب وهوب؟ الفرق بيناتهم انه هوب تقفز بدون ما تتخطى ولا خطوه، لكن سكيب ممكن انك تتخطى بعض الخطوات او بعض الاماكن ما تنط عليها بسكيب، لكن الثنتين انت عم بتقفز على قدم واحده، لكن شو الفرق الاماكن اللي انت بدك تقفز عليها؟ وصلت يا تاني؟ I hope that the girls is hopping on squares
البنات يحجلون على المربعات. There are numbers in the squares. هناك مربعات، على المربعات هناك أرقام. There's a stone in one square. وهناك حجرة على واحد من هذه المربعات. This is a game too. وهذه لعبة. يعني هم عم يلعبوا لعبة وعم يتحركوا بنفس الوقت. Look at the picture here. We have a girl and a boy. The girl is holding a ball. في إيدها كرة. These children have got a ball. هذول الأطفال معاهم كرة. The girl is throwing the ball. الفتاة ترمي الكرة. The small boy is looking at it. وعم يتطلع عليها. Can he catch it? هلأ اللعبة إنه هي ترمي الكرة وهو إنه يستطيع يلتقطها. فهاي اللعبة اللي هم عم يلعبوها. Okay. The last picture. آخر صورة. These children are sitting at a table. هذول الأطفال عفوا عم جالسين على طاولة. They are playing a game. عم يلعب لعبة. Two friends are watching quietly. اثنين من الأطفال عم يراقبوا بهدوء. Can you play this game? What is it? بحكي عم تقدر تلعب هاي اللعبة. وشو هاي اللعبة؟ هلا هاي اللعبة اسمها بالإنجليش chess. لعبة الشطرنج. chess. هاي اللعبة لعبة الأذكياء. يعني أنت بدك تتدرب عليها وتتعلمها منيح وتتعرف على قواعدها، بعدين بدك تلعب هاي اللعبة وبدك تكون ماهر فيها بالتمرين والاستمرار بالتمرين. Now let's move to the page number 20. Workbook. Check up. Complete the sentences with a word from the box. This. That. These. Those. This, that, these, those. في عنا الكلمات الأربعة اللي هما demonstrative pronouns أسماء الإشارة. This للقريب المفرد. That للبعيد المفرد. These للقريب الجمع. وthose للبعيد الجمع. Number one. Look at kite. الولد عم بيأشر على الكايت وأكيد الكايت أو الطائرة الورقية بتكون بالجو بعيدة فبعيد ومفرد أكيد that. Number two. Look at kites. هلأ اختلف الوضع بس إنه صارت أكتر جمع plural فبدل that رح ناخذ those. Number three. Look at kite. هلأ الكايت أو الطائرة الورقية معه بإيده قريبة عليه فرح نستعمل this لأنها قريب ومفرد. Number four. Look at kites. قريب وجمع. These. Excellent. Number two. We have this, that, these, those. وفي عنا الـ verb to be اللي هم is and are. هلأ is رح تيجي أكيد مع this و that للشيء المفرد. و these و those رح يجي معها are لأنه الـ are بتحب الكتار. صح يا تاني؟ طيب. Number one. My dolls. هلأ dolls هم أولا جمع وكمان هي حملتهم بإيديها فقريبين عليها. شو هو الاسم الإشارة المناسب؟ Yes, excellent. These. وبما أنه كتار فرح نستخدم are. These are my dolls. Excellent. Second grade. Number two. We have a boy. He's holding a ball. One ball. A ball. كرة واحدة. Yes. قريب ومفرد رح نستعمل this. وبما أنه إشي واحد فأكيد رح نستعمل is. This is my ball. Excellent. Number three. Annie. عم بتعرفنا على صديقتها وحاطة إيديها على كتافها. يعني أو على كتف صديقتها فهي قريبة عليها. مفرد. أكيد رح نستعمل this. Excellent. This is Annie. Number four. We have a man or a boy. He is pointing to a home. لكن هذا الهوم أو البيت بعيد وهو بيت واحد a house أو home نفس المعنى هون مكتوب house. Okay.
That is my house. Yes. Number five. Planes. Fast. Planes. طائرات. الطائرات وين دائما بكونوا؟ بالسماء. طيب السماء قريبة ولا بعيدة؟ أكيد بعيدة. وبما أنه جمع رح نستعمل those. Those planes are fast. ليش استعملنا are؟ لأنه جمع. Number six. Cakes delicious. عم تاكل الكيكس وبإيديها الكيكس فأكيد قريبين عليها. وبما أنهم جمع رح نستعمل these. These cakes are delicious.